لو انت بتفكر تدرس في روسيا او خلاص قدمت على الدراسه هناك، لازم تكون واخد بالك من نقطه هنتكلم عليها دلوقتي، وهي ان المجلس الاعلى للجامعات حدد جامعات معينه لو انت هتعادل شهادتك بعد كده في مصر فلازم تكون واخد الشهاده من الجامعات دي اللي هم حددوهم. فعندك في مجال زي الطب حددوا 15 جامعه، والصيدله 10 جامعات، والاسنان برضو 10 جامعات، ومجال نظم المعلومات حددوا 15 جامعه، والهندسه برضه 15 جامعه، ومجالات الاداب برضه 15 جامعه. وهتلاقي اسماء الجامعات دي كلها بكل تخصص عندك في الديسكريبشن تحت. ولو انت ناوي تكمل في روسيا حياتك العمليه وكل حاجه فمالكش دعوه بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص. طب نيجي لنقطه ثانيه، وهتسال نفسك كام سؤال كده. واول واحد، وهو هل القرار ده هيتطبق على الطلاب الموجودين في السنين اللي فاتت في الجامعات الروسيه؟ الاجابه لا، لان ده هيتطبق على اللي لسه هيبداوا في عام 2021 2022، يعني السنه دي، في التخصصات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. طبعا انت عارف ان قبل الدراسه في الكليه بيبقى فيه سنه تحضيريه، فدلوقتي عندك واحد درس السنه التحضيريه في جامعه غير اللي موجوده في القائمه اللي اعلن عنها المجلس الاعلى. فدلوقتي بقى عندنا حالتين، الحاله الاولى وهي ان الطالب درس اللغه بس في السنه التحضيريه، ففي الحاله دي مش هيتم الاعتراف بالسنه التحضيريه وبالتالي هيتطبق عليه القرار ده. الحاله الثانيه بقى وهي ان الطالب درس مواد السنه التحضيريه ودرس كمان معاها اللغه، فلا هنا بقى هيتم اعتبار السنه دي سنه دراسيه من سنوات الدراسة ومش هيتطبق القرار ده عليه. وسألنا واحد صديقنا كان مسافر روسيا عن القرار ده، وقال لي ان اسعار الجامعات اللي هم اعلنوا عنها دي 15 جامعة سواء في الطب، قال لي ان اسعارها هي نفس اسعار الجامعات الخاصة. طب انا كده استفدت ايه الا غير المرمطة والغربة؟ طالما هي نفس اسعار الجامعات الخاصة في مصر فادخل هنا في مصر، وبدل الغربة بدل ما تروح وتاجي، اعتقد بقى انك مشترك معانا على القناة هنا وعملت لايك وهتعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لأي حد لسه بيفكر يدرس في روسيا او ناوي. مع السلامة.